جدا. مهم كمان نوجه رساله لصالح، لانه وانا يمكن اتكلمت طبعا بعد الازمه الاخيره وما دخلتش في تفاصيل كتير عن الازمه، لكن ضايقني انه في كلام كتير جدا كان بيتكتب على صالح جمعه بعد مشكلته الاخيره، واعتقد انه زي ما قلت لحضراتكم وقلنا قلت انه الموضوع فيه تحقيقات وفيه نيابه، واحنا يمكن هنستنى شويه صغيرين جدا والنتيجه تظهر لحضراتكم. واضح تماما انه الموضوع كان فيه استهداف لصالح جمعه، او خليني اقول اغتيال معنوي لصالح جمعه بشكل كبير جدا بسبب الواقعه الاخيره، لكن خلصنا وعدينا من المشكله. وصالح يعلم يقينا انه هو ليه مكانه خاصه في قلوب الاهلاويه، ويعلم يقينا كمان انه جماهير النادي الاهلي بتستنى تشوف صالح جوه الملعب في كل ماتش وفي كل مباراه. كلام بقى على ان هو مش جاهز فنيا او انه عايز وزنه ينزل، ما في ده ما بيمنعش جمهور النادي الاهلي من انها كل ماتش النادي الاهلي نفسها تشوف صالح في القايمه، ويا سلام لو ياخد وقت في المباراه. لكن الحقيقه انا الرساله هوجهها لصالح جمعه لا تتعلق لا بمكانته في قلوب جماهير الأهلوية ولا بالموقع أو المكانة اللي هو يستحقها كواحد من أحسن لعيبة الكرة في الجيل الحالي. الرسالة اللي بوجهها لصالح جمعة هي أنه ياريت ما تغلطش الغلطة دي في حق نفسك. أنا بيتهيالي أنك أنت بتضيع أحلى سنين حياتك يعني بتفوت على نفسك فرصة تحقيق انجاز كبير، وانك انت تحقق مجد كبير جدا وتربط وتخلد اسم صالح جمعه في ذاكره جماهير النادي الاهلي اللي جايه لسنين طويله جدا. فما تغلطش الغلطه دي، لان النوع ده من الغلطات هو اللي الناس او البني ادمين بيندموا عليه العمر كله. اتمنى 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 انه صالح يقلب الصفحه ويفتح صفحه جديده، خصوصا انه الفرصه ما زالت قائمه، الفرصه قدامك، الفرصه في ايدك، والقرار انت الوحيد اللي ليك الحق فيه، او انت الوحيد اللي عندك القدره انك انت تاخده.